تعالوا بقى كده احنا هنشوف حاجه هنا. بصوا الميه دي كده معموله في خط وطالعه بره الخط، ومعموله في غرف وطالعه بره خالص. ايه حكايتها؟ تعالوا معايا عشان اوريها لكم فيها ايه دي. تعالوا معايا. في مناديل في العربيه محمود، يبقى اديني منديل منهم عشان اشوف بس الميه دي كده ايه. مبدئيا حاجه مبدئيه، اولا الميه دي ميه عذبه، في احتمالين. بصوا المجرى تحت اهوت اللي احنا كنا شايفينه اللي بالطول اللي جايب ميه، وقلنا دي عروق جايه من الارض. طبعا فوق هنا اللاندسكيب، في هنا حته مردومه ومعموله طبعا بلاط هليكوبتر هنا او خرسانه مطبوخه، مش عارف دي ايه. طبعا بتوع هي خرسانه هليكوبتر بس ملونه. طبعا هنا بصوا مقطومه هنا طبعا، لان الردم اللي تحتيه عايز يجري مع الميه وكده. بقى الموضوع لو استمر على كده الكلام ده هيزيد، مش هيزيد. هي دي ماشي مع الحجر. انا عندي سيرامو حضرتك، وصل السيراميك الاسمو ده هنشوفه يا ريس، هنشوفه. لا بس الموضوع ده انتوا ما تسكتوش عليه، هم ساكتين والله. عندهم هل الشروق جايه من وراه ولا لا؟ يعني ايه جايه من وراه؟ يعني ايه؟ هو ايه اللي وراه؟ الطوب يعني. وماله ده؟ القشره بس، محاره يعني. فلما شالوا المحاره عشان يشوفوا الشكل، كان في شكل كبير هنا. فلما شالوا المحاره لقوا الشرخ ده مش موجود ورا. انا مصورها حتى وهي معموله شرخ. محدش بالله عليكم يطلع من الحلقه، انتوا عارفين الكومباوندات دي بيتاخد فيها الوحدات باسعار قد ايه؟ خليكم عشان تشوفوا البلاوي اللي الناس بتشوفها، بالرغم من الاماكن والناس والشركات اللي بتنفذ هذا الموضوع. يعني هي طبعا هنا مش احسن حاجه، بس لما كنت انا شايفها يعني الشرخ اللي كان موجود انا مش شايفه. العراميس ضعيفة، لكن يبقى في التشكيل. يعني انا يعني انا معظم الحاجة اللي انا بشوفها لما بلاقيها على العظم نفسه، سواء خرسانة او سواء طوب، مش بقدر احدد شكل الشرخ ماشي ازاي. ليه؟ ان هو الشرخ عامة بيدور على مكان ضعيف يفتح فيه. هو بينم عن فيه مشكلة ايه هي. طبعا احنا بنمشي وراها، لكن الشرخ بيبقى وراه الاساس يا اما طوب او الاساس خرسانه وراه. لما بنيجي نخش على الخرسانه ممكن ان احنا نشوفه في الخرسانه، لكن الطوب الوحيد اللي ما بنعرفش نشوفه قليل قوي. يفهمه بقى واحد بيشوفه كل شويه زي حالاتي. ليه بقى؟ لانه الشرخ ما بيبقاش بنفس الشكل بتاع التشطيب. يظهر مع العراميس، يلاقي كاسر كده ونازل كده مع الطوبه، وماشي كده ونازل كده مع الطوبه، يجي عند المحاره يجي فاتحها كده. وصلت؟ ممكن بس حضرتك شال وحط بقى. بص هو الشرخ فتح تاني، يعني هم عملوا شرخ هنا وفتح. هو بدل ما كان يعمل شرخ كان يعمل عليه علامه جبس. عامله وفتح. تعالى يا محمود، وادي علامه الجبس هنا اهيت اللي كانوا عاملينها، فتحت فعلا. ده هو ده لسه عامله جديد. لا لا لا، هو ما يبانش في الطوب. ما يبانش في الطوب، لكن بص هو في الجبس هنا بان اهو. طبعا احنا عشان الحلقه ما تطولش قوي ونفضل نوريكم حاجات كتيره تقعد اكتر من ساعه، احنا طبعا بنلف. الناس عماله تورينا في الفيلا شروخ هنا وشروخ هنا وشروخ في الحيطان من جوه وفي التشطيبات، وقفلوها وفتحت تاني زي ما انتوا حضراتكم شايفين، وكمان عملوا علامات جبس
كل علامات الجبس اللي اتعملت كلها شرخت تاني، وده دليل على ان في هبوط بيحصل تحت المبنى، خصوصا ان الشروخ زي ما انتوا شايفينها حضراتكم شروخ مايله، واحنا قلنا الشروخ اللي بتبقى في الطوب هي اللي بتبقى تنم على في حدوث هبوط في المبنى سواء افقية او مايلة، وده احنا بنقعد نلف في المكان ونعمل فحص فيه شامل كل يوم، ممكن مرة وممكن كذا مرة، عقبال ما بنوصل الى اتجاه الميل فين، وهل في كسر في الاساسات او هبوط منتظم او هبوط في اتجاه واحد، لكن الوضع بيبقى مرهق جدا بالنسبة لنا. وانا جريت الفيديو شوية علشان خاطر ما يحصلش ملل، وقلت اشرح لكم مضمون كده سريع. كل الشروخ اللي انت تظهر دي كلها دي، ان ده محمول على ايه؟ معمول على الهضبة. الهضبة مش صخر. الهضبة دي صخر؟ حتى لو هي صخر برضو هي اكيد مش صخر صخر اصم، هي بتبقى تكونات صخرية، يعني بتبقى طبقات وبينهم طفلة وبينهم مش عارف ايه كده. دليل ذلك ان المية نازلة متلونة واخدة معاها ال الزبدة بتاع الجبل نفسه اللي هي بقى بتعمل الكلام ده. واحنا بنقول كده السهم هوت الاتجاه كده اللي هو ناحية الايه الهضبة، ناحية الحتة الواطية تحت. لا يا باشا، كله ده هبوط في التربة. كله ده هبوط في التربة. ليه انا بقول كده؟ لان الاسقف تحت انا بصيت عليها لقيت مفيش شروخ. طالما مفيش شروخ في الاسقف يبقى اي شرخ الحيطة فوق السقف والحديد مظبوط يبقى من تحت خالص. لكن لو في شرخ في الحيطة وتحتيه سقف وفي شروخ في السقف يبقى من سبب الحديد المصد اللي تحت الايه؟ تحت الحيطة دي. العمارة دي بقى 3 سنين. لا ما هو موضوع بعيد عن الهيكل خالص، موضوع هنا متوقف على التربة. احتمال عشان هنا عندنا تلال عالية وكده ممكن يكون في محبس مية مكسور في مكان ما وبيضرب في الأرض، وطبعا بيمشي في العروق بتاع الأماكن دي بحيث انه بيجري وهم مش عارفين يوصلوا له، فعملوا له المجرى ده عشان يجروه بره. الناس هنا طبعا مش ساكته وهتتجنن، ودي من ضمن الحاجات اللي هم بيفكروا فيها. فاتحين محبس طبعا هنا تحت خالص اهوت، على عمق 2.5 متر وماشيين وراها. بس هم لو ما وصلوش هيبقى خطر مش كويس، ان اقل حاجه المنطقه دي كده هتهرب كده لغايه ما يدرسوا ويعملوا مناقصه مش عارف ايه، يشوفوا الدنيا رايحه فين وجايه منين. دي حلول، دي قريب مش كده؟ يا اما ده صرف الزرع، الزراعه اللي موجوده في الكومباوند هنا على اساس ان في زراعات في اماكن عاليه وكل ده بيتسقي ميه، فلازم تجمع في مكان بتنزل منه وبتجري طبعا على الواطي زي ما انت شايف حضرتك كده. بص الخط ده كله ده، لا اله الا الله. فطبعا المصدر ده هو مصدر غريب ومصدر واحد ومش متكرر تاني. بس بص هنا برضو، تعالى مية جاية من هنا برضو اهي. بص مية جاية من هنا، في عيون بس عيون صغيرة، في عين تاني جاية من هنا اهو ماشي. فهنا في محبس مكسور، فاصلين الكلام اللي فوق ده خالص، بمعنى فاصلين ومش شغال بقاله، يعني الزرع ده مات؟ لا لا ده هو كده شغال لوحده مفيش مية ولا يعني ما بيسوهوش، وقفوا المية. بص صفرة خالص. انا قصدي وقفوا المية عن الزرع ده. فين ده بقاله كتير؟
طب والزرع ده بيشرب ازاي؟ مش عارف صراحه. هو يمكن عشان اغلبه صبار او كله انواع صبار؟ يعني صبار فكلها بتستحمل. هم عايزين يشوفوا مصدر الميه جايه منين. هو في حاجه من الاثنين دي، يا محبس يا اما هنا هنا هنا، مش بتاع دي بس، بتاع القريه كلها، اماكن تانية في ميه. قالوا ان هي جايه من بلم فوق اصلا. لا، هي دي ميه زرع، يا دي ميه محبس مكسور، وده العرق اللي